إذا نبدأ من الذهب، جي بي مورغان يتوقع بأنه أسعار الذهب ستصل نهاية العام إلى 2500 دولار للأونصة، وأنه سعر الذهب الآن يتحرك بمعزل عن العوامل الأخرى المرتبطة بتوقعات تخفيضات الفائدة وعوائد السندات الخزانة الأمريكية. هل تتفق مع هكذا تقييم لصورة وحركة أسعار الذهب؟ نعم ناصر، بدرجة كبيرة أنا أتفق مع التقرير في الشقين. في شق الأسعار أتوقع أنه ربما نذهب أعلى من المستويات التي حددها، لأنه الأسبوع قبل الماضي نحن وصلنا إلى مستوى قريب من المستوى الذي ذكره جي بي مورغان. الذهب كان وصل تقريبا إلى 2482 للوقية. الشق الفني أو الشق يعني الأرجمنت تحت التحليل، أنا أفتكر أنه هنالك أسباب يا ناصر نحن نتابعها منذ 2020 بالنسبة للذهب. جي بي مورغان ذكر أنه هو يقول أن الذهب سوف يرتفع يعني بمعزل عن تفاعله مع أسعار الفوائد وعوائد السندات. نعم أنا أقول أنه هنالك ثلاث أسباب رئيسية تدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاعات. السبب الرئيسي من وجهة نظري هو عودة الطلب الاستثماري القوي في خلال الأشهر الماضية بالنسبة للذهب، وشهدنا صافي تدفقات السيولة نحو صناديق الـ ETF. البنوك المركزية لا تزال تشتري بدرجة كبيرة. السبب الثالث هو التوترات الجيوسياسية. هنالك سبب مهم يا ناصر يجب أن نتحدث عنه، ما يحدث في الهند في سوق الذهب تحديدا خلال الفترة الماضية. الحكومة الهندية في آخر ميزانية معلنة 24-25 عملت بعض الإجراءات في تدابير الرسوم الواردات على الذهب والرسوم الجمركية بشكل كبير. أهمية هذا الأمر أنه تم تخفيض الديوتي بالنسبة للذهب بحوالي تقريبا أكثر من النصف، تقريبا من 15% إلى 6%. التخفيض السيجنيفيكانت هو ما نسميه بالدوري جولد. الدوري جولد هو الذهب الخام الغير مسبوك، هذا تم تخفيضه أيضا بمعدلات كبيرة. الآن الديوتي فيه تقريبا حوالي 3.5. وهذه حدثنا عن خفض التعرف الجمركية على استيراده. نعم، وهذه هي أعلى مستوى التخفيض منذ يونيو 2013. طيب لما هذا، ما هو أهميته؟ التقديرات تقول إنه هذا سوف ينعكس على تعزيز الطلب الداخلي في الهند بحوالي 50 طن في النصف الثاني من هذا العام. وأهمية هذا الموضوع يا ناصر إنه انخفاض التعرفة والرسوم الجمركية خفضت التكاليف الإنتاج في السوق المحلي في الهند بحوالي 7.7 بالنسبة للمنتجين. وشهدنا هذا الأمر يمكن أن نستدل بشيئين. الأسبوع الماضي كان هنالك حركة كثيفة في أسواق الذهب المحلية في الهند، ولأنه يتم تفعيل هذه الرسوم في 24 يوليو اللي هي قبل يومين. السبب الثاني أيضا شهدنا في سوق دبي لأول مرة من 5 أشهر نعود مرة ثانية إلى البريميوم. كنا نشتغل ديسكاونت في 5 شهور الماضية نسبة الارتفاع أسعار الذهب، ولكن آخر يومين في الأسبوع الماضي بدأنا نشهد البريميوم لأول مرة. هذه كلها تجعل أن هنالك طلب قوي من الهند ربما يعزز الذهب. نقطة أخيرة في موضوع الهند، البنك المركزي الهندي عوض خروج البنك المركزي الصيني في مشتريات الذهب. لذلك أنا أتوقع هذه كلها أسباب قوية تجعلنا نقول إنه الذهب ربما يعود يختبر المستوى الهاي السابق، ويمكن أن يسجل مستوى أعلى من ذلك، مرتبط بشرطين. الشرط الأول يتم تخفيض سعر الفائدة في سبتمبر، يتم التلويح أن هنالك تخفيض آخر، أن ترامب يفوز في الانتخابات. هذه كلها أنا أتوقع أنها سوف تجعل أن الذهب يعود إلى مستويات قريبة من 3000 في السنة القادمة. عبد العظيم، لماذا ترى بأنه فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية سينعكس إيجابا على سعر الذهب؟ البعض يرى بأنه قد ينعكس إيجابا على سعر صرف الدولار، وهذا ما قد يضغط على أسعار الذهب. نعم، لسبب رئيسي وأساسي. ترامب أو خطته أو الوعود التي يطلقها الآن هو يقول أنه سوف يفرض رسوم جمركية على الواردات من الصين. الأنسيرتنتي والحرب التجارية وشبح الحرب التجارية هذا سوف يعزز من الطلب على الذهب. لا ننسى ناصر أنه أيضا الإميرجين ماركت، الاقتصادات الناشئة، أنا في رأيي أنه في الفترة القادمة ربما تكون هي ديسلايك الدولار وتذهب أيضا إلى الذهب. هذه كلها تجعل أن عودة أو اقتراب ترامب من الرئاسة
سوف يتفاعل معه الذهب إيجابا إضافة للعوامل التي ذكرتها. طيب أنت أيضا تحدثت بأنه عامل إيجابي للذهب سيكون الخفضين في نسب الفائدة الأمريكية خلال هذه السنة، هل ما زال هناك سيناريو قائم أن نشهد خفضا واحدا فقط هذه السنة إن كان في سبتمبر أو بالأحرى في نهاية العام في نوفمبر أو ديسمبر؟ نعم ناصر، السوق حتى الآن يسعر خفض سبتمبر بحوالي تقريبا 89%، والحاجة المهمة أيضا ناصر، الأسبوع الماضي شهدنا لأول مرة الأسواق تدفع توقعات تخفيض 50 نقطة أساس من 6% إلى 11%. هذا الشهر شهر أغسطس أنا أتوقع سوف نقترب في أنه هل هي 25 أو 50 نقطة أساس. الموضوع المهم في هذا الأسبوع البيانين، بيان الفيدرالي اللي هو سعر الفائدة، نحن عارفين لن يفعل شيء ولكن ننتظره ماذا سيقول في اجتماع يوم الأربعاء. يوم الأربعاء متوقع أنه لن يفعل شيء، ولكن مهم أنه ماذا سيقول. في ماذا سيقول أنا أتوقع أنه سيحدث تغيير أيضا مهم، أن التضخم يمكن أن يحذف كلمة متواضع ويستبدلها بقوة أنه يشير إلى أن التضخم ينخفض بوتيرة معقولة. هذه سوف تعزز من توقعات الأسواق أن الفيدرالي ذاهب إلى التخفيض لا محالة. الشيء الثاني يمكن أيضا أن يشير إلى سوق العمل، أن سوق العمل ربما نشهد بعض الضعف في سوق العمل، وما سيؤكده بيان يوم الخميس توقعات تشير أنه سنشهد أيضا على معدلات توظيف أقل من المتوقع. ولدينا طبعا بيانات سوق العمل التي ستصدر نعم يوم الجمعة، وأكيد الفيدرالي يكون مستبق الأمور بقراءته لهذه البيانات. أنا في رأيي هذه السيناريوهات المثالية التي تجعلنا أنه نتوقع أن يعود الذهب إلى فوق الـ 2400 خلال هذا الأسبوع ويذهب الأسبوع القادم.